أطلب من المجلس التصويت. مشروع قرار جديد طالب به 138 نائبا في البرلمان العراقي يلزم الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف والدفع لهم بصورة مباشرة بعد أسبوع من إجازة البرلمان للحكومة وقف دفع المستحقات المالية إلى حكومة الإقليم ما لم تدفع الأخيرة مستحقات الخزينة الاتحادية. عدم إعطاء حصة النفط وعدم إعطاء المنافذ الحدودية مبالغ المنافذ من قبل الإقليم، وفي كل مرة يصبح اتفاق لكن لم ينفذ لمدة 17 سنة. جمعنا هذه التواقع وماضين بتشريع قانون يربط كل موظفي إقليم كردستان ببغداد وإخراجهم من سطوة الأحزاب الكردية المسيطرة في أربيل، طبعا المسيطرة على الموظفين وعلى أموال وإيرادات الإقليم. النواب الكرد منقسمون تجاه مشروع القرار هذا، فنواب السليمانية أو أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني يرون فيه مناسبة لتقليل نفوذ أربيل العاصمة، فيما النواب الأربيليون أو أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني المقربون من العائلة البارزانية الحاكمة يرون فيه خرقا للدستور الذي يعطي حكومة الإقليم الحق بإدارة موارده الطبيعية. هاي المحاولة هي سياسية أكثر مما هي مهنية أو خلينا نقول خدمة للموظفين، لأنه احنا في نظام اتحادي فدرالي والأقاليم عندها صلاحيات عندها حقوق والتزامات. الثابت حتى الآن أن موظفي إقليم كردستان لن يستلموا رواتبهم حتى نهاية العام، كما أنهم لم يستلموها منذ عدة أشهر. قوت الشعب الكردي شعار طالما رفعه النواب الكرد في تسوية خلافاتهم مع الحكومة الاتحادية، لكن هذه المرة انقسمت الأصوات الكردية حول تحميل حكومة الإقليم مسؤولية حرمان قرابة نصف مليون موظف كردي من رواتبهم. ضياء الناصري، العربي، بغداد.